السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان حبايب قلبي. برج السرطان النهارده التاريخ 20 يناير، ده تاريخ الفيديو بتاعك، مالكش دعوه بالتاريخ. قراءتك عامه وتنطبق على الجنسين ومفتوحه. دخلت بعد اسبوع، بعد شهر، القراءه بتاعتك مفتوحه، ادخل في اي وقت وخد قراءتك ومالكش دعوه بالتاريخ. صلي لي على الحبيب، وان شاء الله باذن الله اخر الفيديو هنقول رساله ربنا ليك ايه. هيكون عندك تغيرات بفضل ربنا ان شاء الله، بس انت صلي على الحبيب. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه ولا وسواس ولا اي مشكله عندك بتعاني منها، اول تعليق هتلاقي لينك قناتنا شفاء الروح اللي عليها العلاج، ادخل وخد جميع اي علاج انت محتاجه. هديلي اعصابك مع بعض ونشوف ايه القراءه اللي عندك، ونشوف اخبارك وتبشراتك وتحذيراتك من خلال الفيديو، وقول لي يستاهل منك كام. اقدر اقول لك ان في مواجهه مع شريك الحياه قريب جدا. المواجهه دي انت مش هتطلع منها خسران، بس انت حاليا تعبان، انت حاليا شايل هم، انت عنيد جدا، وبسبب العند بتاعك ده عصبيتك زايده، وفي نفس الوقت كمان بتحاول تهتم بصحتك وما بقتش زي الاول، بتيجي على نفسك، بتيجي على اعصابك، بقتش زي الاول، اتغيرت في حاجات كتيره جدا. في هنا مشروع، والمشروع ده انا قلت لك ان هو هينجح، بس مين الشخص المريض عندك اللي دايما بيروح على دكاتره دايما بيكشف؟ بينك وما بين الشريك مش هقول لك ان نفور ومشاكل، بس انت مش عارف هو الشريك عايز ايه ولا انت عايز ايه، كل واحد عايز حاجه عكس التاني، ما بقيتوش فاهمين بعض زي الاول. الله اعلم اذا كان ده حسد شديد عليكم ولا عمل شيطاني، الله اعلم، بس انتوا هنا في ناس بتغدر بيكم وغاليه عليكم، خلوا بالكم. يا ريت تشغلوا الرقيه الشرعيه على طول، عشان الحسد واخد جزء كبير في حياتكم. في ست عامله صاحبه من دمك ولحمك، الست دي مش كويسه، خلي بالك منها، خلوا بالكم منها. انتوا اعلنتوا ان انتوا خلاص تحطوا نقط على الحروف مع اصحاب، مع اهل، مع مقربين، ما بقيتوش زي الاول، وكمان مكبرين دماغكم حالا الايام دي من الشريك، ما بقيتوش تهتموا زي الاول، ما بقيتوش عارفين الشريك عايز ايه، فاتغيرتوا، يعني انتوا اتغيرتوا قوي. حالتك النفسيه هنا متأثرة جدا، حالتك النفسية تعرضت لأكتر من مرة من الظلم. في حد هيجي لك ويطلب منك السماح على حاجة عملها فيك، والقرار هيكون قرارك. في طريق كمان هيتفتح قدامك، من خلال الطريق ده هتقدر تقف على رجلك تاني، وهتقدر تحقق أمنية عاطلة، هتقدر تعمل حاجة بإذن الله هتكون حلوة، وفي نفس الوقت هتكون فيها كمية سعادة رهيبة لحياتك. انت طال انتظار ومنتظر حاجات كتيرة جدا، والفترة دي متحمل حاجات محدش يستحملها، صابر وساكت ومستحمل، وبتقول انا ليا رب كبير اكيد هينصرني على اللي انا فيه ده كله. فانت اللقاء اللي عندك ده هيجيلك في اقرب وقت. ليه؟ عشان انت مستني وقلقان، بس حظك قليل، خلي بالك، وعايزاك تمسك على ايدك شوية، وما تفضلش تصرف على الفاضي وعلى المليان، كون حكيم في الفلوس اكتر. عندك هنا نصرة في موضوع، النصرة دي هتكون حلوة، من بعدها قلبك هيرتاح، هتقدر تاخد حقك، هيبقى عندك لقاء حلو، مقابلة حلوة، موضوع جديد، الله اعلم، في نقط على الحروف هتتحط عندك. انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي بالك مشغول بفلوس، مستني فلوس بأي طريقة، عايز تعمل حاجات كتيرة جدا، والشخص اللي سابك وظلمك قريب جدا هيكلمك، قريب جدا مش هيرجع لك، بس هيكون في كلام بينكم والأمور هتتعامل تاني. وخلي بالك انت عندك بنت تعبانة، او بنت انت شايل همها قوي، البنت دي انتوا زعلانين على حظها، بس هي مصدومة ومخنوقة من اشخاص حواليها بيحاولوا يستغلوها، انت شايل الهم وفعلا عينيك تعبانة، يعني انت عينيك تعبانة، مش عارف تنام، مش عارف انت مش عارف انت عايز ايه. فياريت تخلي بالك من نفسك وتكون حريص جدا على صحتك. في كمان واحدة او الشريك في علاقة تانية، في واحدة بتلف على الشريك، خلوا بالكم كويس جدا، رغم الضغط اللي عليكم، رغم ان انتوا برضو بتعملوا المسؤوليات وبتعملوا اللي عليكم، يعني انتوا حاليا في ضغط، حاليا مش عارفين، تعمل لكم سحر تفريق، سحر مشاكل، سحر نكد مع نفسكم. في كمان هنا
شفاء، شفاء من امور حلوه. مين البنت البيضه الحلوه اللي انت دايجي شايل همها قوي وخايف عليها، خايف تخسرها في يوم من الايام؟ موجوده عندك، عندك علامه استفهام، يعني في علامه استفهام عندك على مواضيع كتيره جدا في حياتك، وفي حد هنا بيحبك. طيب عندك هنا حبه حروف وحبه ارقام موجودين في حياتك. عندك حرف الواو، حرف الياء موجودين، حرف العين، دول موجودين في حياتك. عندك هنا رقم 5 أو 4 أو 9، دول موجودين في حياتك. الأرقام دي هل ترى أنت بتحبها ولا ليك صلة بيها ولا الله أعلم، بس في حاجة تخص الأرقام اللي أنا قلتها لك دي. ركز كويس جدا على الأشخاص اللي حواليك، في هنا ناس هتتكلم معاك. خلي بالك في شخص عندك متعدد العلاقات وعيونه زايغة وبيحب جدا العلاقات مع الناس، ملهوش أمان، والورقة اللي عاطلة هتخلص قريب جدا وهتاخد منها نقلة أو انتصار، بس في هنا ديون عليك، في حد نصب عليك وأخد منك مال، أو حد نصب عليك في حاجات وإنت حزين ومخنوق. عندك طاقة حزن رهيبة، الحزن ده مخليك إنت ساكت ومستحمل حاجات محدش يستحملها. بسم الله. كمان انت هنا عندك اعجاب او هتكون معجب بحد الفترة اللي جاية، هيبقى في كلام بينكم وما بين بعض. انت هنا ظهرك وجعك من كتر ان انت جاي على نفسك في الشغل مش عارف تعمل ايه. خلي بالك انه في حد هيحاول يكلمك، اذا كان بينكم وما بينه انفصال قبل سابق او بينكم ما بينه حاجة هيبقى في كلام، والفترة دي من اكتر الفترات اللي انت عندك بيع وشراء، عندك عايز تبيع ارض، عايز تشتري ارض، الله اعلم، بس انت بتفكر في بيع وشراء. عندك كمان هنا بسم الله ما شاء الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، طاقة فرج، طاقة فرج عظيمة جدا جدا جدا، وهتاخد من طاقة الفرج دي شهادة، والشهادة دي او هتاخد منها فلوس وهتثبت وجودك. انت حان تثبت وجودك، يعني انت حواليك اشخاص بيستغلوا، بس انت هنا طالب حاجة من ربنا، طالب حاجة من ربنا وبتحاول ان انت يعني على قد ما تقدر عمال تدعي ربنا. بس عايز اقول حاجة، ان عندكم الشريك عنده اخوات بنات كتير او شباب ومتجوزين، في عدد من البنات عند اهل الشريك يعني بيحاولوا، مش عارفة. ومين الشخص اللي عندك بتاخد منه الفلوس بالعافية؟ ابوك ولا مامتك ولا اختك ولا ابوك اخوك ولا جوزكم ولا مين بالظبط؟ الحد ده بيعذبكم، هو مش بخيل بس هو ما بيحبش التبذير، ما بيحبش يصرف، ما بيحبش يطلع، خدوا منه اي حاجة اللي تقولوا، ما تقولوش ابدا على فلوس. انت بتدعي على كل الاشخاص اللي ظلموك وكسروكم، بس عايزة افرحكم واقول لكم ان انتوا قريب جدا عندكم خبر حمل او عندكم شفاء طفل باذن الله، يعني في موضوع هيخص حمل قريب جدا. بس مين الشخص اللي عندك في ضيق وفي خنقه؟ شاب، في شاب عندكم في ضيق وفي خنقه، مخنوق قوي، حاسس ان الدنيا كلها جايه عليه، حاسس ان هو يعني تعب قوي في الحياه الفتره دي، مش لاقي راحته، مش لاقي سعادته، مش لاقي ابدا ان هو على حق، دايما متخان، دايما تعبان، نفسيته تعبانه قوي الفتره دي، بيحاول ان هو يطلع، بيحاول ان هو يهدى، بيحاول ان هو يعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة في حياته، بس نفسيته تعبانة، حاسس ان كل البيبان حواليه متقفلة، وبيدعي ربنا دعوات كتير جدا. انتوا طيبين وبتحترموا الناس اللي حواليكم، بس في ناس عايزة توقعكم في خطيئة، تبطل تضحوا، بطلوا تضحوا زيادة عن اللزوم، بطلوا تيجوا على نفسكم زيادة عن اللزوم، حاولوا تهدوا. انتوا محتارين جدا في حاجات، محتار يعني بعض منكم يكون محتار في علاقتين، محتار في شخصين، محتار في حاجتين، الله اعلم، بس انت عندك حيرة وفي نفس الوقت عندك اشتياق، يعني انت عندك حيرة واشتياق، والديون اللي مخلياك مخنوق ومتضايق دي هتتسد قريب جدا. بس عايز اقول لكم ان انتوا حابين العزلة ولا انتوا مفيش حد جنبكم؟ انا شايفاكم ان انتوا دايما بتميلوا للعزلة،
دايما بتميلوا ان انتوا ما تتكلموش مع حد ولا حد يتكلم معاكم، عايزين تبقوا لوحدكم طول الوقت، مش عارفين ايه السبب، بس انتوا عايزين تفضلوا لوحدكم ما تتكلموش مع حد ولا حد يتكلم معاكم. في حد بينادي عليكم او حد يعني مش عايز يأذيكم، لا حد بينادي عليكم عايزكم تقفوا جنبه، بس انتوا خايفين تساعدوه، خايفين تقفوا جنبه يطلع زي غيره، فدي طبعا حاجة مزعلاكم انتوا. هنا بتقول لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، يا رب انا عندي كمية اشتياق رهيبة وبالي مشغول باشخاص كتيرة جدا حواليا، والست الكبيرة اللي بالك مشغول بيها دي ان شاء الله باذن الله باذن الله ربك هيشفيها لك، علشان هي فعلا تعبانة جدا. والشخص اللي عنده بيشتكي من وجع في الدماغ باستمرار، بيشتكي من التهابات، الله اعلم، بيشتكي من حاجات كتيره جدا. خلوا بالكم انتوا البعض منكم عنده مشاكل كتيره نسائيه، وكشف ومفيش اي نتيجه. يعني عندك هنا تعابين في حياتك بتلف حواليك، وعشان كده مريت بكتله مشاكل، وفي نفس الوقت انت عندك حب جديد. مين كمان هنا؟ الست اللي عندك تعبانه ومستنية حمل، مستنية حمل بكل الطرق، كشفت كتير، خدت أدوية كتير، عملت المستحيل ومستنية أي حاجة تخص الحمل. إن شاء الله بإذن الله ربنا هينصرها وقريب جدا، عشان هي فعلا تعبت وعانت أكتر. خلوا بالكم الشخص اللي بحرف الألف ده متعدد العلاقات، شوفوا مين عندكم بحرف الألف بيحب العلاقات جدا، وفي نفس الوقت عندكم حد اخوكم اختكم الله اعلم، حد طيب قوي اتنصب عليه، اتخان، اتظلم، كان داخل مع ناس ما كانوش يستاهلوا ان هم فعلا، يعني هو غلط غلطة كبيرة جدا انه دخل مع الناس دي، ظلم نفسه بنفسه. في كمان هنا حيرة، والبومة اللي قعدلكم دي هي واحدة كبيرة عندكم أو متجوزة من حد كبير الله أعلم، بس هي قاعدة ومرصودة لكم وبتجيب سيرتكم، وفي وشكم حبايب، في وشكم مش عارفة أقول لكم إيه، بس أرجع ودايما أقول لكم عندكم ابن بيفكر كتير، عندكم ابن بيحبكم قوي، بس الدنيا جاية عليه وحظه قليل، الحظ عنده واقف. خلي بالك بقى من شخص هيقرب منك قريب جدا، الشخص ده هيقرب منك على هيئة ان انتوا احباب، ان هيئة ان انتوا تبقوا اصدقاء، فانت طبعا بسبب ان انت عمال تمر بيه ما بقتش زي الاول، يعني بقيت حريص شوية، اتغيرت، بقيت شخص مختلف 180 درجة عن ما هم فاكرين، يعني هم لو فاكرين ان انت حاجة فانت بقيت حاجة تانية خالص. خبر حلو قريب جدا، بعد خطوتين ممكن يكون عندك انت بقى صغير لك خاتم خطوبة، او عندك خاتم خطوبة والله اعلم، خاتم الخطوبة ده هيكون حلو، بصمة جديدة لحياتك مع اخبار حلوة باذن الله. في هنا كمان بسم الله ما شاء الله عندك سكة، السكة دي عتبتها خضرة، هيكون تغيير، تغيير حلو، انت ناوي تاخد خطوة لقدام، ناوي تعمل حاجات مختلفة، ناوي تسعى، ناوي تحقق، ناوي تعافر الله اعلم، ناوي تعمل ايه، بس انت ناوي على حاجات كتيره جدا في اقرب وقت هتفعلها او في اقرب وقت هتعملها، علشان اتظلمت او اتعبت بمعنى اصح من اشخاص كتيره جدا حواليك. هنا كمان بتقول كلمتين، انا الحب مش من نصيبي ومش عايز اتعب، واللي عايز يكمل معايا هشيله فوق دماغي، واللي عايز يبعد عني المركب بتودي وبتجيب، ده الكلمتين اللي انت بتقولهم او ناوي ان انت تقولهم الفترة دي لاي حد تحس ان هو عايز يعمل معاك علاقة، مع اي حد تحس ان هو عايز يدخل معاك في اي مواضيع. لو انتوا عندكم حد تعبان ابن، ياريت تطبطبوا عليه وتخلوا بالكم منه، اذا كان في خنقة، اذا كان متجوز ومراته مش مريحاه الله اعلم، بس هو الشاب ده مش مرتاح، هو فعلا مش مرتاح وكاره الحياة وكاره الدنيا كلها. في كمان هنا رقم 10، رقم 10 ده بيدل ان انت خلال 10 ايام هيكون عندك ازدهار بنفسك، هيكون عندك بصمة حلوة، امور حلوة الله اعلم، بس هيكون عندك حاجات كتيرة ناوي تعملها بعد 10 ايام، وانت اللي هتحدد تعمل ايه بعد ال 10 ايام اللي انت فيهم دول.
في شخص كل ما بتكون عايز تعمل حاجة بتلاقيه واقف في وشك، بتلاقيه واقف ومرصود لك ان هو يأذيك. انت معظم الوقت عمال تدي، عمال تيجي على نفسك، عمال تعافر من اجل اشخاص حواليك. هتفضل لحد امتى كده؟ بطل شوية، بطل عمال تدي. لا، ما تديش زيادة عن اللزوم، وازن كل حاجة بتديها، لازم انت تحصدها. يعني ما تقولش انا بدي وخلاص، لا، انت اللي، عشان كده انت اللي تعبان، انت اللي مخنوق، انت اللي شايل الهم لوحدك. وعشان كده عايزاك تنتبه من التراكمات اللي عليك، تنتبه من ان انت عندك التزامات ودفع فلوس، دفع فواتير، لازم تخلص نفسك من كل المشاكل اللي انت بتمر بيها حاليا. انت الضغط اللي عليك مش عامل، انت عندك هنا رزق، والرزق ده حلو. عندك السمك، السمك ده بيدل ان انت عندك ارزاق حلوه، عندك كلام حلو، عندك امور هتحسنها باذن الله. وخلي لي بالك كمان من نفسك، ان انت هنا عندك جلسات حلوه، او هيكون عندك طاقات فيها فراغ، وفي نفس الوقت هيكون عندك دعم. من بعد الدعم ده هتحط نقط على حروف. انت هنا في حد طالب منك مساعده، او انت هتطلب من حد مساعده، او انت مستني تسمع حاجه من حد معينه، الله اعلم، بس انت مستني. بص، انت هنا عندك طاقات انتظار رهيبه، طال انتظارك، طال ان انت صبرت كتير واستحملت وعشت فترة. انت معروف عنك ان انت عشت فترة من الكتل، عشت فترة من التعب النفسي والضغط اللي كان عليك مش طبيعي. انت ما شفتش يوم راحة ولا من اهل ولا من اصدقاء. وخلي بالكم، انتوا دايما متألقين، دايما واثقين في خطواتكم، دايما عارفين الصح والغلط. وعشان كده العين عليكم، والحسد الشديد صايبكم، صايبكم صايبكم، مهما تروحوا يمين تروحوا شمال، الحسد الشديد صايبكم. ليه صايبكم؟ علشان طال الانتظار عندكم، تعبتوا كتير، وعشان انتوا فعلا حلوين. عندك شكر، انت بتشكر ربنا على حاجات، او حد هيجي يشكرك على حاجات انت عملتها. انت عندك كلمة شكر، وقريب جدا هتحصل. في كمان ناس هنا مش سايباك في حالك، بتحاول تلعب عليك، بتحاول تستغلك، بتحاول ان هي تاخد منك اي حاجة. في كمان هنا سفر بإذن الله، بسم الله ما شاء الله عليك، عندك سفر وعندك هدية قيمتها عالية. انت مستني السفر يخلص بأي طريقة، او في ورق مستنيه يخلص، الله اعلم. في حاجات انت مستنيها، انت عندك كتلة انتظار رهيبة. في كمان هنا بعض المواضيع اللي بتتفتح قدامك، بعض المواضيع اللي انت بتحاول تستغلها. انت عندك حاجات كتيرة جدا بتسمعها، بس انا شايفة ان انت رامي ودنك لواحدة ست خبيثة مش عايزة لك الخير، عايزة هنا توقعك في مشاكل. في عقد هنا هتمضيه مع بعض الاشخاص، ممكن يكون مع احمد، مع محمد، مع يوسف، مع علي، مع بعض الاسامي، ممكن تمضي معاها عقد الايام اللي جاية، وهيبقى في توقيع، وان شاء الله باذن الله هتكون منصور. ركز كويس جدا على استغلال نفسك، علشان عندك انفراجات حلوة. الانفراجات الحلوة دي انت بالك مشغول بيها بشكل كبير، بالك مشغول بيها قوي، وعشان كده انت ما بتحبش تمد ايدك لحد، ما بتحبش ابدا تمد ايدك لاي حد. عندك هنا لقاء مع بعض الاشخاص في حياتك، ممكن يكون عندك لقاء مع حرف الحاء، حرف الميم، هيكون في لقاء، وهيكون في بكلام بينكم، وكل واحد هيقول بعض الامور عنده، علشان في مواضيع هتتفتح قدامك. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله، عندك ست كبيره في السن بتدعي لك. الست دي دايما بتقول لك ربنا ينصرك، دايما بتحسها بتطبطب عليك، بس انت مفيش حاجه شافيه الجروح بتاعتك. عليك جرح بينزف دم لحد الآن، بينزف يعني جرح كبير، جرح من أشخاص كانوا عاملين حبايب ليك وكانوا بيلعبوا على كل الأطراف. انت كمان هنا هتكون متألق، بس في حد عندك بيعذبك، في حد عندك مطلع عينك، حد انت عامل له كل الخير بس هو مفيش حاجة تامرة فيه، هو ماشي بالعكس معاك، بيأذي فيك، بيتكلم عليك، جايب في سيرتك، الله اعلم، مطلع عينك بمعنى الكلمه، لدرجه ان انت قلت خلاص انا تعبت، في ايه؟ كل حاجه، كل الناس جايه عليا ليه؟ عندك واحده ست تخينه، الست دي قاعده لك ومرصوده لك وبتأذي فيك من ورا ظهرك، والمشكله ان هي مبينه لك الملاك، مبينه لك ان هي بتحبك، مبينه لك ان هي عايزه لك الخير، ان هي مفيش زيها، وهي اصلا خبيثه جدا جدا، فخلي بالك منها. عندك هنا كمان مشكلة في المعدة، انت عندك مشكلة في المعدة، بتشكي من معدتك، بتشكي من جسمك شكا غير طبيعي.
في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك، حب كبير جوه قلبك، هتعبر عن مشاعرك الايام اللي جايه، واقدر ابشرك ان هيكون في رجوع او هيكون في كلام حلو. في حاجه هنا هتكبر بخاطرك، حاجه جديده هتحصل لك هتكبر بخاطرك، او في موضوع هيتفتح قدامك. انت بتمر بازمه، الازمه اللي بتمر بيها دي مخلياك مخنوق، مخلياك مش طايق نفسك. عندك هنا حب، والحب ده هيكون بسبب ان انت هتكسب بقى جزء من المال، داخل في مشروع هتكسب جزء من المال، هيبقى عليك عرض حلو جدا او خبر كبير او حاجه هتكسبك اللي انت فيه. انت بتفكر كتير جدا، عايز تدخل مشروع، عايز تواجه، عايز تعافر، عايز تعمل كذا حاجه في نفس الوقت اللي انت فيه. علشان تعمل الكذا حاجه اللي انت عايز تعمله، دايما اقول لك خلي بالك من بعض الاشخاص اللي حواليك. في ذنب، انت عليك ذنب او حد عندك عليه ذنب، لازم يعني تستغفر ربنا عن الذنب اللي انت عامله، او حد عندك عامل ذنب. انت مريت بازمه، مريت بدوخه، مريت بشويه تعب نفسي، ما لقيتش اي حد جنبك، ما لقيتش حد واقف معاك. عايزاك تحذر من التسرع في قرار، في انفصال، في موضوع، اي حاجه تحذر من التسرع، ومش عايزه لك التسرع ده يكون في مشاكل. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله راحه، راحة في موضوع حلو جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في هنا ما شاء الله عليك، يعني بجد ما شاء الله عليك، انت هنا هتكون منصور، منصور نصرا تاما. ليه؟ علشان خاطر انت ناوي تحط نقط على حروف، ناوي تعمل حاجات كتيرة جدا. عايز اقولك ان انت حرفيا بقيت عكس الاول، يعني في الاول كنت بترضى بالامر الواقع وبتصبر، دلوقتي اتغيرت 180 درجة. طب اتغيرت ليه؟ قلت انا ما بقتش اي، ما اي حاجة هتيجي على اعصابي، اي حاجة هتضايقني، اي حاجة احس ان هي جاية عليا، انا هبعد عنها فورا، وهبعد بشكل كبير او بشكل مختلف. فعشان كده انت الايام دي بتحاول على قد ما تقدر تبعد عن اي حد يأذيك، بتبعد عن اي حد ممكن يقولك كلمة تضايقك او تخنقك. رغم العند اللي انت فيه، والعند ده بيخسرك حاجات كتيرة جدا، بيخليك تخسر فعلا، بس برضو متألق وواثق من نفسك. في غلطة غلطتها وبتقول ان شاء الله انا مش هغلطها مرة تانية. اهدى بقى خالص ونشوف رسالة ربنا ليك ايه، وايه اللي مستخبي لك. بسم الله ما شاء الله، نختار اول ورقة اهي، وان شاء الله بإذن الله هتكون خير. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله عليك، بسم الله. رسالتك بتقول لك لا تيأس، ستبتسم لك الحياة يوم ظنيت ان بيبان ربنا مقفولة في وشك، وحسيت ان خلاص الدنيا سودت، الفرح قريب منك، وهتتبدل دموع عينك لدموع فرح وهنا، وهتكون مبسوط جدا بالتبديل وبالمفاجأة السارة اللي هتحصل لك قريب جدا جدا جدا، بس انت خلي ثقتك بالله اكبر. بسم الله عليك وعلى رسالتك، تستاهلها بجد. طبعا علشان انت حبيب قلبي، هنشوف ان شاء الله بإذن الله ورقة تانية وتكون خير بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. نقول بسم الله ونشوف. وإن خانتك اختياراتك فلن يخونك لطف الله، ولن يخذلك أبدا أبدا أبدا. بسم الله ما شاء الله على رسالتك، يعني لو اختيارك خانك وكل الدنيا خانتك، ربنا مستحيل يخونك، وهيكون جنبك وهينصرك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. قول لي بقى، رسالتينك الاثنين قويين ولا لا؟ رسالتينك الاثنين يستاهلوا منك ايه؟ لايك للفيديو وتعليق جميل بالصلاة على الحبيب. اول تعليق هتلاقوا لينك قناتنا اللي عليها العلاج. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل والفرحة الجميلة اللي تكون ليك ولحياتك الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله، تغيرات مبشرة مع فرحة طال انتظارك فيها.